شهد اليوم فندق هيلتون أعمال الاجتماع 18 للجنة القادة ومدراء الشرطة الوطنية بإفريقيا المركزية حول الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود. المناسبة جرت بفندق هيلتون وقد ترأس وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد بشير. محمد حسن أدم ومزيد من التفاصيل. هكذا استهلت فعاليات الدورة 18 للجنة القادة ومدراء الشرطة بإفريقيا المركزية سيسيباك حول الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للقارات. ممثلة الأمين الدائم لشرطة الانتربول روريما أندرياني في كلمتها أكدت وقوف الشرطة الدولية إلى جانب لجنة سيسيباك من أجل رفع التحديات الأمنية بالمنطقة، كما أعقبها في الحديث الرئيس الدوري للجنة سيسيباك جوزي أوندو أوندو تشاما الذي قدم حصيلة شاملة للإنجازات التي حققها خلال فترة إدارته لهذه اللجنة. هذا وكما شهدت المناسبة تسليم الراية بين الرئيس الدوري السابق والرئيس الدوري الجديد الجنرال طاهر إردا طيرو الذي أكد بذل المزيد من الجهد لإنجاه وإكمال المهمة الموكلة إليه فيما يخص يعني في الأمن ولا يعني المشكلة هنا تروريسم ولا المشكلة هنا لا سريك ولا بتاع الشندة ولما نبدل الأفكار نهايه المؤتمر في يعني في توجيهات جديد يمر ان شاء الله. وزير الامن العام والهجره احمد محمد باشر اشار الى دور هذه اللجنه في تنسيق العمل وتبادل المعلومات الامنيه بين الدول الاعضاء. الاهداف هنا هذه المنظمه هو كيف نستطيع ان دول افريقيا الوسطى كله بالتنسيق مع الشرطه بتاع كل دوله تنسيق لمحاربة الإرهاب، لمحاربة تهريب المخدرات، لمحاربة كل الإجرام بشتى أنواعه. ونشير إلى أن فعاليات هذا الاجتماع ستستمر لمدة يوم لتمهد الطريق لإطلاق أعمال مؤتمر وزراء الأمن بدول إفريقيا المركزية. وفي سياق متصل بدأت أمس أعمال الاجتماع 19 للجنة الدفاع والأمن لمجموعة الدول الساحل الخمس بحضور خبراء وفني الدول الأعضاء. مناسبة افتتاح الاجتماع ترأس الجنرال لينغار ماتياس ممثلا للقائد العام للقوات المسلحة التشادية أحمد يسنوط. يأتي هذا الاجتماع 19 للجنة الأمن والدفاع لمنسقية دول الساحل الأفريقي الخمس المعروفة اختصارا بجي 5 وسط أجواء وأوضاع أمنية متجددة نسبة لتواتر الأحداث والنشاط المكثف للجماعات الإرهابية بالإقليم، الأمر الذي جعل هؤلاء الخبراء والفنيون لحضور اجتماع جمينا لمناقشة الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الساحل وتقييم المسيرة السابقة ووضع الاستراتيجيات والخطط الأمنية الكفيلة لمحاربة التطرف والتصدي للإرهاب الذي يعاني منه معظم العالم، كما يسمح لهم هذا اللقاء توزيع مهام مختلف اللجان الأمنية للقيام بدورها الفاعل في الميادين وتنشيط الدوريات بين حدود الدول الأعضاء في لجنة الدفاع والأمن بدول الساحل الأفريقي.